اخوان اليوم راح نتكلم لكم عن هذا الزورق سبيدستير 200. ممكن اللي نرافقهم بجولات سياحيه. كل الاحوال احنا راح نوصل الى بحيره سيفان للزياره، فممكن ان نتاجر هذا الزورق. زورق جميل، سريع، السرعه مالته يصل الى 130 كيلو متر بالساعه، ممكن ان يستوعب الحد 12 شخص. 12 شخص ممكن ان ياجروا هذا الزورق. ايجاره تقريبا 2000-2500 درهم، بنقدر نتفق وياهم في حينها على السعر. ناجره ياخذ له جوله. السعر اللي قلناه 2000-2500 دقيقه، يعني لو اجرته نقول 10 دقائق او 20 دقيقه في 2000 درهم، المبلغ يسدد لصاحبها ويطلع وياكم السائق صاحب الزورق. وممكن اثناء الجوله ان السواح هم نفسهم يقودوها. هسه نقرب اكثر الكاميرا للزورق وصوره من قرب. هسه راح نحركه، حركناه حتى تشوف. هذا ممكن نأجر لكم اياها خلال جولاتنا السياحية، انت تسوقها. بالبداية طبعا يصعد معك صاحب الزورق، سرعته مثل ما قلنا يوصل الى 130 كيلو متر في الساعة. سبيدستير 200 موديل 2009. هذا فت استعراض بسيط سوينا لكم اياها. انتم مع أرارات للسياحة، نتمنى لكم اوقات ممتعة معنا. ألتقيكم في تقرير آخر.